يستقبلنا بلهفة المتشوق لرواية قصة حزنه المزدوج. هو الوالد والموظف الذي يسعى إلى توفير ما يلزم لأطفاله بعيدا من الظروف التي تحيط بهم، وكذلك تحسبا لمصير لم يتداركه قريبه. فيحكي عن ابن أخيه الذي فاجأه بسلوك درب التشدد هربا من معاناته ليلقى حتفه في أحداث الجوار. ذاك الشاب الذي لم يبلغ 20 من عمره يترك خلفه ذكريات موجعة. بتذكر لما ولد وكيف خلق وكيف ربي وكيف كذا، يعني هو طبعا ما لقى شغل يشتغله، ما لقى شيء يعمله. هو يمكن لو لقى مصلحة يشتغله ما بعتقد يوصل لهالمواصيل اللي هو فيها. هذا الخبر دمرنا بالعائلة صراحة، حتى أصلا من العائلة ما معه خبر. يحرص على تأمين كل العطف والحنان لأفراد عائلته بعدما اختبر مأساة أخرى بفقدان جاره أثناء فراره من وضعه المعيشي الصعب على متن زوارق الموت كما يصفها. صدمة كتير كبيرة، خصوصا كان هو يعني مثل ما بيقول بيدلوا معي وين ما بروح وين ما بيجي. فبدي انصدم أكتر شيء بهذا فيه هو، خصوصا أخوه من حوالي فترة عمره 12 سنة كهرب ومات. بعد بشهرين أخوه غرق بالعبارة الأندونيسية. بعد فترة أخوه انحبس. بعد فترة هو غرق. أمام واقع يصيب العديد من أبناء منطقته، يعمل جاهدا لمنع تداعياته على أولاده. ما بدي أعيش أولادي بالظرف اللي عم يعيشه الناس. دائما بحاول أقدم له للأحسن، لو على حساب عافيتي وصحتي، ولو على حساب شيء يعني حياتي. بقلق يتابع أخبار تراجع الأوضاع في البلد، فيخشى من تواصل خسارة الشبان. لم يختر قريب عمر وجاره الموت بهذا الشكل، إنها ظاهرة من عدة حالات تنتشر هنا وفي أكثر من منطقة، طالما يستمر واقع التهميش الذي يعيشه شباب يشكون فقدان رعاية المجتمع والدولة لهم. ويليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة من مرياطة شمال لبنان.